السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو لو احنا معانا لوحة بالمنظر، يعني اللوحة اساسا كانت كده تمام وكده، حطها في ملف جديد طلعت معايا بالشكل ده، الخطوط مش مظبوطة، ابعاد الدايمنشن كمان مش مظبوطة. اول حاجة بس لازم يكون عندي ملف الخطوط ده موجود عندي في الفونتات بتاعة الاوتوكاد، فهعلم عليها كلها واخدها كلوك كوبي واطلع على ملف الاوتوكاد مكان ما انا مسطبه على الجهاز عندي، وهطلع على الفونتات بتاعه الاوتوكاد واكليك يمين واتاب كريست تمام. هبدا انسخها كلها ريبليس، هفتح تاني ملف الكاد، هقف على الدايمنشن واتاك كليك يمين سيلكت سيميلر، علم لي كل الخط كل الدايمنشن اللي عندي من نفس النوع ده، وهديها مثلا وليكن كوبي ايهاب، ده هتلاقيها اتحولت كلها تمام. نفس الموضوع هنعمل هنا مع كليك يمين سلكت سيميلر، هيعلمنا كل التكست اللي في اللوحة، هتقف هنا وتختار اسلام مثلا تمام، ده الفونت العربي مثلا انت شغال بيه، حسب انت عندك فونت عربي انت شغال بيه بتحول الفونتات دي كلها ليه، هتلاقي الفونتات كلها ظبطت معاك ان شاء الله. هيتم رفع الفونتات بتاعة الاوتوكاد في لينك تحت في وصف الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.